I will switch to speak in Arabic. In Arabic, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum من منطقة لا يسودها السلام للأسف. أتيت من الأردن الدولة المستقرة في منطقة الأزمات التي استقبلت أعداد كبيرة من اللاجئين منذ سنة 1948 منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وبالرغم من الإقرار والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب وسوء المعاملة، إلا أن هذه الجريمة البشعة ما زالت ترتكب ولم تعد من الماضي. وقد عانت منطقتنا من أطول لجوء ونزوح في أزمة لجوء ونزوح في العالم، أزمة اللجوء والنزوح الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وتعاقبت بعد ذلك أزمة اللجوء من العراق وسوريا. ويتعرض اللاجئين وطالبي اللجوء والعمال المهاجرين لهذه المعاملة أو لسوء المعاملة، إما في دولهم أو أثناء عبورهم أو أثناء وجودهم في دولة المقصد. وأثناء عبورهم قد تهدف هذه سوء المعاملة والتعذيب إلى إعاقة تحركهم ومنعهم من الوصول، كما أن نسبة كبيرة منهم تعرضوا للتعذيب في دولهم مما شكل سببا لهربهم وطلبهم اللجوء. وقد يتأثر اللاجئون الفارون من النزاعات بالآراء السياسية لقادتهم السياسيين، ويعرضهم ذلك لسوء المعاملة والتعذيب بسبب آراء قادتهم السياسيين. ويعتبر اللاجئون وعديمو الجنسية واللاجئون والنازحون تحت الاحتلال من أكثر الأشخاص عرضة وأكثر الأشخاص هشاشة للتعرض لمثل هذه الممارسات. فالنازحون والفلسطينيون الموجودون في فلسطين يتعرضون أثناء مرورهم على الحواجز الأمنية الإسرائيلية كل يوم لأشكال عديدة من سوء المعاملة والتعذيب. كما قد ترفض بعض الدول دخول الأشخاص عديمي الجنسية وتعمد إلى ردهم، حيث يكونوا في خطر من تعرضهم للتعذيب، مما يشكل مخالفة للمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث يتم التمييز بين طالبي لجوء على أساس أصلهم الوطني. كما تعتبر النساء أيضا أثناء النزاعات المسلحة من الفئات الأكثر عرضة لهذه الانتهاكات وللاعتداءات الجنسية، حيث يعتبر جسد المرأة في أثناء النزاعات المسلحة هدفا حربيا بسبب الإهانة بسبب ما يسببه من إهانة للطرف الآخر وبسبب ما يلحقه من إهانة ومهانة لهم. وهنا نؤكد على ضرورة أبرز الممارسات الفضلة المتعلقة بالتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمحلية للقيام بتوثيق التعذيب وسوء المعاملة ومراعاة تطبيق بروتوكول إسطنبول وبروتوكول لندن حول التحقيق في الاعتداءات الجنسية وتوثيقها والمعاقبة عليها، وذلك بغية تأهيل الضحايا للعيش بكرامة، وكذلك لتكون قضاياهم من الأمور المطروحة على جدول أعمال الجهات المتفاوضة لحل النزاع أو عند مناقشة الأمور المتعلقة بالعدالة الانتقالية، حيث يعتبر الاعتذار العلني والتعويض المالي ومعاقبة مرتكبي التعذيب من أهم الحقوق التي لا تسقط بالتقادم، لذا تبرز هنا أهمية التوثيق. كما أن المنظمات دور مهم في مراقبة ورصد حالات الرد والضغط من أجل وقفها، إما باللجوء المحاكم الوطنية والآليات الدولية. وأخيرا، فإن مكافحة كل أشكال الظلم ومساعدة الضحايا بالوصول للعدالة هي أفضل طريق لعالم يسوده الأمن والسلام ويعزز مسيرته نحو التنمية. إن منطقتنا لن تشهد السلم والأمن إلا بالاعتراف بحق شعوبها بتقرير مصيرها والتحرر من الاحتلال. وأود أن أختم بأن اللاجئين يحبوا أوطانهم، لا يتركوها لأنهم يكرهوا أوطانهم، وإنما يتركوها لأنهم مضطرين بسبب الجرائم التي ترتكب ضدهم. وأنا كلاجئة فلسطينية أود أن أقول لكم وفي الختام أننا كما نشتاق كلاجئين لأوطاننا، فإننا نؤمن بأن أوطاننا أيضا هي تشتاق لنا. وشكراً.